احتفاء باليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية سنابل الأمل الخيرية نشاطا منوعا تضمن إقامة معرض لرسومات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نشاط ترفيهي ومسابقات وندوة حول تعزيز الثقة في نفوس الأطفال. جمعية سنابل الأمل الخيرية بحكم لديها مركز للمعاجل في زيل ذوي الإعاقة، وأحد أهدافه هو الاهتمام بذوي الإعاقة، حبت تسوي نشاط اليوم من عدة فقرات طبعا شعرية غنائية، بالإضافة إلى معرض رسوم الثاني لذوي الإعاقة. هذا المعرض اللي لقى طبعا نجاح واستحسان عند الأطفال ذوي الإعاقة لما له من أهمية من أجل إفراغ ما بداخل ذوي الطفل ذوي الإعاقة برسومات على الورق. مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف أوضح أن عددا من الجمعيات الخيرية في المحافظة نفذت فعاليات مختلفة احتفاء باليوم العالمي للطفل لصناعة الفرح في قلوب الأطفال وتحدي الظروف الراهنة. تقيم الجمعيات الأهلية التي تعنى بالأطفال عدة أنشطة بمناسبة هذه الاحتفالية. الآن نحن في مركز سنابل الأمل التابع لجمعية سنابل الأمل الخيرية. المركز هو مخصص للمعالجة الفيزيائية وللدعم النفسي للأطفال. الاحتفالية تشتمل على احتفالية غنائية وشعر ومعرض لرسومات الأطفال من ذوي الإعاقة، إضافة إلى استعراض قصص نجاح لأطفال استطاعوا أن يثيروا واستطاعوا أن ينطقوا من خلال جهود هذا المركز الذي يعمل بدون أي داعم دولي. طبعاً حاولنا أن نستخدم الرسم لتفريغ الطاقة السلبية للأطفال، والحمد لله يعني طلع إنتاج حلو رائع. النشاط الذي أقيم في مركز المعالجة الفيزيائية التابع للجمعية والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة تضمن عدة فقرات منها معرض رسومات للأطفال ذوي الاحتياجات عبروا من خلالها عما بداخلهم. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة.